خلينا بقى نتكلم على الملف الاهم، هو احداث مباراه الامس، مباراه شباب النادي الاهلي مع شباب نادي الزمالك في بطوله الجمهوريه، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1 في مباراه تفوق فيها النادي الاهلي بشكل ممتاز جدا. في البدايه خلينا اقول لحضراتكم ان في اجتماع للجنة القانونية بالنادي الأهلي لدراسة قرار اتحاد الكرة بشأن بطولة 99، والاجتماع ده بيجرى في هذه اللحظات وأنا بتكلم مع حضراتكم. اللجنة القانونية بالنادي الأهلي بتجتمع في الوقت الحالي لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر وانتهت بفوز النادي الأهلي 2-1. واللجنة القانونية دي هتشوف كل اللوائح وكل الملابسات وكل الأحداث اللي بتتعلق باللغط الكبير بخصوص هذه المباراة، وبعد كده هترفع تقرير للكابتن محمود الخطيب، بعديه يكون في قرار مناسب على حسب كل الملابسات وعلى حسب دراسة اللجنة القانونية. قرار هنشوف هيكون عبارة عن ايه، وهنشوف موقف النادي الاهلي بخصوص المباراة اللي هي الفاصلة اللي تم الاعلان عنها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بالامس. هل النادي الاهلي هيكون متواجد في هذه المباراة ولا لا؟ ده احنا في انتظار القرار النهائي بعد ما التقرير يوصل للكابتن محمود الخطيب، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. ده خبر من ضمن الامور والاخبار المهمة جدا.